عمليات دجلة التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء نور المالكي صارت محل جدل كبير عند الأوساط السياسية في إقليم كردستان، فمسألة كركوك التي لم تحل والمادة 140 وتواجد هذه القوات في المناطق المتنازع عليها شكل تهديدا كبيرا للجانب الكردي كما يراه نواب برلمان كردستان. احنا ندين كل خلافات على الدستور العراقي وعلى خصوصا في المناطق المتنازع عليها، ما يقبل اي خلاف للدستور وخلاف للقانون في هاي المناطق. ما يجري في الساحه العراقيه كما خاصه بعد 2003 والى اخره. بالنسبه لعمليات دجله راح اختصر الحديث بانه العمليات هذه من الناحية الدستورية هي مخالفة دستورية، لأن هنالك المادة 140 مادة دستورية لهذا الدستور اللي صادق عليه أو استفتى عليه حوالي 80% من الشعب العراقي. الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني والأحزاب المعارضة في إقليم كردستان باتت ثابتة على موقف واحد، والمطالبة بتطبيق الدستور صار أمرا ملحا وضروريا تنادي به معظم الأوساط الكردية. هذه الإجراءات نتلمس منها بأنها إجراءات انفرادية دون أن تستند على أسس قانونية تشاورية، لأن العراق لا تدير بانفراد شخص واحد بالسلطة وباتخاذ قرارات انفرادية كما كانت تحدث في السابق. العراق عراق كل العراقيين، يجب أن تكون عراق الدستور، ويجب أن تكون هناك تشاورات قبل أن تكون هناك تحركات عسكرية. شعبنا له الحق التخوف من تسليع والتخوف من الانفراد، وهنالك ايضا سبب اخر انه المناطق المتنازع عليها اتفاقات وعليها بنود الدستور، والخروج من الدستور وبنود الدستور يؤدي العراق وسيؤديها الى انهيار والى هاويه والى مخاطر. نواب برلمان اقليم كردستان العراق يرون بان حل الخلافات مع بغداد تكمن في تطبيق الدستور، وأن وجود ما يسمى بعمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها قد تخلق حربا داخلية ما بين الإقليم والمركز. للشرقية نيوز، مهند محمود، أربيل.